كان من المفترض بحسب الدعوة التي وجهت إلى وسائل الإعلام أن يعقد وزير الاتصالات نقولة صحناوي مؤتمرا صحفيا يتناول فيه أمن الإنترنت وحماية الأطفال. وكما هو معروف في المؤتمرات الصحفية تأخذ الأسئلة والنقاشات والاستضاحات الحيز الأكبر، لكن في هذا المؤتمر بالذات الأسئلة كانت ممنوعة، ومستشار الوزير الإعلامي أبلغنا بذلك حرفيا بالقول إذا بدكم تسألوا عن مسلسلكم ما في أسئلة. كلمة مقتضبة لصحناوي جزءها الأكبر كان سياسيا، ورد بصورة غير مباشرة على ما نشره تلفزيون المستقبل من وثائق حول ارتكابه لمخالفات ليلة استقالة الحكومة. لم ينكر ما اقترفت يداه أو يوضح حتى، واكتفى فقط بالإشادة بما وصفه بالإنجازات رافضا الرد على أسئلة المستقبل التوضيحية. ما في نهار جزء من وسائل الإعلام ما بيكون افتتاحية تبعيتهم مركزة علي او على الوزير بسيط، فهيدي الحمله مركزه مثل كانه في امر عمليات. هالوزارات اللي استلمناها واللي عملنا منها وزارات حديثه ومرغوبه وصار فيها مال وثروه لبنان تظهرت، ثروه اللبنانيه تظهرت وصارت حقيقه، ما حنخلي حدا يجي يرجع يفرغها. واحتراما للمهنية ولحق الرد، كان حديث خاص مع الوزير، البداية مع سؤال الترخيص لشركة سافيكو للتخابر الدولي عبر الانترنت واسترداد الوزير لهذا القرار بعد كشف المستقبل للفضيحة. سحبناه الصبح عشية عملوا فضيحة كأنه طب لو عملنا شيء غلط كنا سحبناه، لو عملنا نحن شيء في عمولات او في فساد او في خدمه لحزب مثل ما بيقولوا لحزب الله او لشيء من النوع كنا سحبناه. اما الفضيحه الاكبر فكانت الترخيص لشركتي البث التلفزيوني، وهكذا كان رد الوزير. الا تعتبر انه هذا الموضوع يعني مخالف للقانون انك ترخص لشركتين حتى يعني من دون ما ترجع لمجلس النواب؟ ما في مجلس نواب هذا الموضوع ابدا، عمل طبيعي للوزاره، ونحن كل يوم بنمضي 200 معامله. يعني انه اخر نهار مدينا 200 معامله، طب ما نحن كل يوم بنمضي 200 معامله، شو اخر نهار ما بنشتغل؟ ننطر مجلس نواب 50 سنه طب مدري شو يعمل او بنتصرف بمسؤوليه؟ شو المخالفه اللي ارتكبها عبد المنعم يوسف لتطلب من المديريه العامه للامن العام انها تتبعه؟ يعني حضرتك كوزير مفروض انك تراسل الوزير بالاول. ما بعرف اذا لازم راسل الوزير الثاني، بس بعرف انه المدير العام ما له حق يسافر بلا اذن من وزيره. وفي المحصلة دافع صحناوي عن قراراته وتواقيعه غير القانونية متذرعا بأن هذه المسائل بحاجة إلى شرح تقني طويل سيخصص لها مؤتمرا صحفيا حقيقيا ربما.